أهلا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة مقاتل. ليلة اليوم راح تكون في منطقة حاوي نهر العظيم الذي هو ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول لواء مشاة الثاني قيادة فرقة المشاة الأولى، فكونوا معنا. بالنسبة يعني هاي البرامج قدرتوا يعني تطلعون عليها التحديثات اللي تطرأ عليها دائما انتم استمران يعني؟ صحيح سيدي، كل التحديثات نشتغل عليها ونعرف لها والحمد لله والشكر. صار لكم سيدي تقريبا سنتين، سنة ونص احنا مشتغلين عليها على الكاميرات. نعم. والحمد لله والشكر والوضع مستقر واحنا متفرنسين بهذا المكان. يعني معيتك شلون تعملون كفريق واحد؟ شلون اسنادكم متبادلة؟ سيدي اسنادنا التبادل، يعني مثل ما تقول احنا نسند الكاميرا والكاميرا تسندنا. نعم. انتم بيناتكم علاقتكم؟ نعم سيدي. نعم. وبالاضافه الى تعاوننا يعني بعضنا البعض. نعم. نعم سيدي، شكل اخوي يعني، شكل اخوي وكانما اخوه وعائله واحده هنا. نعم. نخدم غيره ساهمت في حفظ الامن الحمد لله من هاي المناطق الغربيه لحد الشمالي لحد الدياله. نعم بارك الله فيك. ذيب يعني الحمد لله. من اللي ساعدكم في اكتساب هاي الخبره القتاليه العاليه؟ والله سيدي حسب خبره الضباط. نعم. السيد العامر. نعم. والمعاون سيد المساعد ضابط استخبارات. نعم. واضافه انه موجودين نواب ضباط صف القدامه. نعم. سيدي زاد منهم خبرات. داخل هذا القاطع يعني الواجبات الليلية تختلف عن النهارية. أول شيء لازم زيادة الحذر خاصة يعني وراء الضياء الأخير من الستة مساء فما فوق بسبب طبيعة العمل هنا. سيدي بالنسبة لهذا الموضوع يعني احنا كضباط احنا مسؤولين مباشرين على توعية الجندي شلون يحافظ على أسراره، شلون يكتم أسرار وحدته، حتى مثلا يعني من ينزل بالنزول نعلمه ونوجه انه ما يصير يعني كلام يعني مثل بالسياره يعني بالشارع مثلا اثناء الكلام بالسياره من ينزل بالسياره ويا جماعته مثلا يعني بين قوسين بالمدني يعني. نعم. من ينزل المدني نعلمه نوجه انه ممنوع تجي اسرار لوحدتك. نعم. ممنوع يعني وهذا يعني احنا كضباط لنا دور كبير بهذا المجال. نعم. سيدي نعيش حياة عادية بعد يعني احنا نترك العسكرية لان عندنا عوائل وعندنا اطفال ولازم نربي ونعلم ونعيش اجواء طبيعية يعني نخالط المدنيين نخالط الاهل الاقرباء نعيش حياة طبيعية والحمد لله والشكر. مستوى عائلتنا مستوى الدراسة مالتهم تابعها مهمة شوية؟ نعم سيدي كلش يعني ملتزمين بهذا الشيء وبالاخص يعني من ننزل لازم نتابع لان احنا عندنا اطفال وعندنا عوائل وهم ينتظرونا لازم ننتبه عليهم. انتهت جولتنا الليلية أعزائي المشاهدين في هذا المكان، كنت معكم لإعلام وزارة الدفاع العقيد محمد الطائي.